دي، وان احنا بنشوف ازاي لعيبه انتر يعني موقف مستفز جدا بالنسبه لاي حد عادي، لكن بالنسبه لهم هم متعودين على النظام ده. يعني بيخش زي ما احنا شايفين بيبقى بيض ودقيق، بيدلقوا الدقيق عليه وبيض في نفس الوقت، فبالتالي هو ايه يعني ما قدموش حل غير ان هو يستحمى عشان يعرف ان هو يرجع يعني يرجع تاني بالشكل اللي احنا شايفينه. هو ده التورته، يعني دي من مكونات التورته لعيد الميلاد، فبالتالي هم بقى ايه بينفذوها على جسم وشعر وكل حاجه بتخص ايكارد. يعني لسه